تستمر الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المدن الايرانيه للمطالبه باصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تسبب فيه النظام الحاكم، وقام سائقو الشاحنات في طهران ومدينه جرجان في الشمال ومدينه مهران على الحدود العراقيه بوضع شاحناتهم على الطريق السريعه احتجاجا على اوضاعهم المعيشيه السيئه، كما تجمع سائقو سيارات الاجره اللاسلكيه استجابه لدعوه سابقه امام منظمه سيارات الاجره في طهران وطالب سائق يقول سيارات الأجرة النظام بضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي أو التنحي من السلطة هذا يواصل عمال مجموعة الأحواز الوطنية للصلب لليوم الخامس عشر على التوالي تجمعهم احتجاجا على عدم الإجابة لمطالبهم تحت شعار العمال يموتون ولا يقبلون الذل